بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، النهاردة معنا خبر بعنوان الزمالك يجهز عمر جابر ببرنامج تأهيل خاص استعدادا للترقي التونسي. وصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالنمو التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية الأبيض التي أقيمت يوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للترقي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا. وخاض جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم طبقا للتأهيل للبرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا بشد عضلي وأبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري. واستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتعادل بيراميدز والزمالك سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقات الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز لنقطة 39 محتلا المركز الثاني بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 6 وخسر في 3 فيما سجل لاعبو 29 هدفا وسكن شباكه 14 هدفا. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا وأتمنى دايما أنكم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.